أم قرار الأخضر لك نفس القضية، نفس السؤال حول أهمية مشاركة الطلبة. ربما الفئة الطلبة هي الفئة التي تزعج بزاف النظام، لأن بفضل هذا الوعي يعني أسقطت الكثير من محاولات المناورة، محاولات تفكيك الحراك. بصح هذا الطلبة ومشاركتهم بقوة الجمعة والثلاثاء خلت الحراك بوعيه أسقط جميع المناورات. وش رأيك في هذا الكلام؟ صحيح، يعني منذ 46 أسبوع 46 ثلاثاء، يعني الطلبة الجزائريين يعني يعطيوا دروس في الوعي السياسي، يعني من مستوى عالي، ويعني من مبادرات الخارقة للعادة، وهذا يبرهن على أنه هذا الوعي السياسي تحول تدريجيا إلى يعني ان انجاجمون بوليتيك. يعني الان كاين واحد المثل يقول الانهار يعني تخترق الصخور ليس بقوتها لكن بمثابرتها، يعني لي ريفيير تاس لي روشي يعني باطاف مي باطاف بيرسونيل. في اليوم المثابره نتاع الطلبه اللي راهم كل ثلاثاء يمدوا يعني المثال والقدوه يعني كل فئه الشعب الجزائري باش يواصلوا المطالبه بحقوقهم المشروعه في يعني بناء دوله القانون والحق. كذلك نشوفوا بالاسابيع الاخيره فيها يعني اراده من عند سلك الطلبة من أجل التنظيم. أنا شفنا باللي فيه تنظيمات طلابية جديدة راهي تخلق، وهذا لا احنا نثمنوه ونطالبوا به مادام احنا كسياسيين مادامنا المجتمع ككل يتنظم في أطر ديمقراطية حتى نبني دولة حقيقية، دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات. إذا كالعادة إذا كان عندي الوقت والانشراح نشارك معاهم في مسيرتهم حتى ولو لبعض الدقائق حتى نأكدوا أنه فيه هذا الإصرار وهذا يعني الثبات نتاع الطلبة راه يعني مساند من طرف كل فئة الشعب، والشعب يخرج معاهم منذ عدة أسابيع. هذه نقطة مهمة اللي قلت لنا منذ عدة أشهر الآن. احنا نسموه الحراك الطلابي ثلاثاء الطلبة، ولكن حقيقة هي جميع فئات المجتمع تشارك في هذا الحراك ثلاثاء. هذه هي الحقيقة، قلنا فيها كأن تواصل بين كل شرائح المجتمع، يعني طلاب فتحوا الطريق يوم الثلاثاء، وبعد أسابيع يعني بدأت فئات يعني مختلفة من الشعب الجزائري يعني تلتحق بهذا الحراك الطلابي يوم الثلاثاء، وهذا برهان آخر على أنه مهما كانت الاختلافات ومهما كانت المناورات ويعني المضايقات وعين صعوبات حتى للطلاب اللي راهم في يعني سنه دراسيه وعندهم امتحانات وعندهم يعني مشاكلهم الخاصه، لكن نظن باللي التشجيع نتاع الفئات الاخرى هي اللي خلتهم يعني يواصلوا في هذا النضال. وقلت اليوم راهم اون بليمون اونجاجي دون لاكسيون بوليتيك، وهذا اللي رانا نتمنوه، يعني فيه عهد جديد للطلبة الجزائريين اللي من خلاله إن شاء الله نكونوا مجموعة سياسية أو مجتمع سياسي جديد من هذه الطبقة، يعني اللي راهي عندها رؤية وعندها يعني وعي سياسي كما قلت الأول من مستوى عالي، ليقدر يعني يحمي البلاد من يعني كل يعني الضغوطات، ويقدر نبني من خلالهم جزائر ديمقراطية. جيد أستاذ مقرر الأخضر القيادي في الجيل الجديد، بارك الله فيك وشكرا جزيلا على هذه المداخلة. إذا نازل